حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال من هذه قالت فلانه تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه